انا بلاقي على انه ما من مصلحه لبنان على انه نتزاعل مع سوريا، بالعكس رغم كل اللي صار، ولازم نعالج العمليه بالاتفاق والتفاهم والتفهم مع السوريين، لا بالقوه، ولا من مصلحتنا ابدا على انه السوريين يطلعوا مقهورين، ولا من مصلحتنا على انه السوريين يطلعوا من عنا الا بالصداقه معهم، لانه ما بتوفي معنا اذا كان كل الناس معنا، كل العالم معنا ونحن متعادلين مع سوريا. هذا رايي الخاص، ويمكن كثير من اللي عم يسمعنا يمكن منه من رايي، ولكن انا بكون بلا شرف وبكون ماني صادق مع لبنان اذا كان ما قلت فكرتي، وهذه فكرتي، وما بكون جبان اذا كان ما قلت فكرتي.